مساء الخير. بحلقتنا الثانية لهالأسبوع من Property Yours منتابع مشاهدينا جولتنا لنتعرف على المزيد من العقارات المبنية من مكاتب وشقق سكنية. وخلال الحلقة رح منكون مع إعادة لجولتنا السابقة بمختلف المناطق ضمن بيروت والضواحي. شوفي بحلقتنا لليلة منتابع سوا مع شادي. إذا عم تفتشوا على شقة فخمة بمنطقة رايقة وقريبة من مدينة بيروت، نسبياً جديدة خضرة وبعيدة عن التلوث، طلبكن موجود بمشروع الوايزون بمنطقة اليرزة. مشروع ابتدى من 7 أشهر تقريباً، تم بنايتين من أصل 6. حالياً نحن موجودين على الكونستراكشن سايت. خلينا نعرفكن أكثر على الوايزون وناخد فكرة عن هالمشروع من بعد ما يتم إنشاؤه وتسليمه بصيف 2015. بيمتد مشروع وايزون على مساحة أرض 7000 متر مربع، ومن ضمنهم 3200 متر مربع مساحة خضراء، وهيدا الشيء بيميزه أنه يكون نمبر 1 إيكو فريندلي بروجكت بالمنطقة. بيتألف وايزون من 42 وحدة سكنية تختلف مساحاتهم بين 164 و511 متر مربع. عكس المشاريع التقليدية، كل شقة بتختلف عن التانية بمساحتها وتقسيمها لترضي كل الأذواق. بيتضمن مشروع وايزون 2 سويمينج بولز اندور واوتدور، سبا، جيم وملاعب رياضية، بالإضافة لعديد من الخدمات الترفيهية. مشروع وايزون له طريق خاص مع مدخلين سيكيورتي، اندرجراوند باركينج للسكان، بالإضافة ل 60 موقف للزوار. Luxury Living باليرزي، Delivery Date Summer 2015. فيلا جديدة للبيع بمنطقة عمشيت بقلب Gated Community، كلها فيلل تبعد 10 دقائق عن الأوتوستراد وفي إلها فيو مطل على البحر. الفيلا من برا قسم منها ملبس حجر وقسم الثاني بيتون بروت، بالإضافة لفنس حديد على كل الأرض. الليفينج أريا تبع هالفيلا مؤلف من 1000 متر مربع سكن، مقسم على 5 طوابق، طابقين تحت الأرض و3 طوابق فوق الأرض. طابقين يلي تحت الأرض بيتضمنوا طابق للباركينج وطابق للميد روم والشوفير. هيدا الطابق اللي هون بيتألف من غرفة للضيوف مع حمامة، مطبخ، وأكيد الريسبشن أريا بتطلعنا لبرا على التراس. هيدا تاني طابق للفيلا بيتألف من ليفينج أريا، بالإضافة ل4 غرف نوم، 2 منهم ماستر. كل غرفة نوم بتطلعنا على بلكون صغير. هيدي الماستر بدروم الأساسية، إلها واجهة كتير كبيرة مطلة على الفيو، شوفاج، اي سي سنترال، وأكيد ووك إن كلوزت مع حمامة. آخر طابق لهالفيلا طابق الشاحت، بعده كله مفتوح على بعضه، مجهز بيه تواليت، مطبخ. هالفيلا مساحته لحاله تقريبا 35 متر مربع، مجهز بكاونتر توب جرانيت، فولي اكويبت بمكانات ستانلس ستيل وانكستري، بالاضافه لوركينج اريا بالنص كتير كبيره. شكلها ولونها للفيلا كتير مودرن. الماتيريال يلي مستعمله فيها من النوعية المرتبة، فينيشينج هاي اند، درابزين ازاز لكل التراسات بالإضافة للدرج الداخلي، أرضية كلها رخام، اي سي سنترال بكل الفيلا، شوفاج على الميزوت بالإضافة لتدفئة بالأرض، 5 غرف نوم، 6 حمامات، فولي اكويبت كيتشن لهالفيلا. الأرض يلي مبنية عليها الفيلا مساحتها 1200 متر مربع مطلة على فيو بحر ما بيتسكر عليه.
الأشرفية 16 بناية جديدة بمنطقة الأشرفية ببيروت بتبعد ثواني عن ساحة ساسين مألفة من 8 طوابق كل طابق شقة وبعد فيها شقتين للبيع الطابق الثالث والطابق السادس. نحن هلأ على الطابق الثالث الشقة من جوا جديدة وجاهزة للسكن مساحتها 192 متر مربع وفيها 3 غرف نوم واحدة منهم ماستر بدروم مقسمة على الشكل التالي مطبخ 3 ريسبشن ارياز كوريدور لماستر البدروم ووراي كوريدور لغرفتين مع حمامهم. الريسبشن اريا لهالشقة مألفة من داينينج سالون وليفينج اريا. الأرض باركيه خشب مسيف من النوعية المرتبة بالإضافة لأي سي سنترال وشوفاج. ليفينج اريا بتطلعنا على بالكون لبرا فيو جبل ما بيتسكر عليه. واجهة البالكون عالية كبيرة ومن الألومنيوم المرتب. مطبخ الشقة مؤلف من كاونتر توب جرانيت مجلى ستانلس ستيل وإيطاليان أكسسوريز بالإضافة لخزانة خشب ضد الماء. وحد المطبخ كمان في ميد روم مع حمامة. هيدي الماستر بدروم لهالشقة حمامة مجهز بإيطاليان سيراميكس وأكيد مثل كل غرفة نوم لهالشقة خزانات خشب بالحيط AC split unit بالإضافة لباركي خشب مسيف بالأرض. هيدي شقة الطابق السادس مماثلة للطابق الثالث ذات المساحة ذات التقسيم وذات المواصفات. أشرفية 16 بناية معمرة بهاي كواليتي فينيشينج. الفيوجن ديزاين خالط الكلاسيك والمودرن ستايل مع بعضهم. وان باركينج لكل شقة بالإضافة لوان ستوريج روم كمان لكل شقة مساحته 10 متر مربع تقريبا. 192 متر مربع 3 غرف نوم واحدة منهم ماستر بدروم بالأشرفية حاليا ستارتينج برايس 3300 دولار بالمتر. شقة فخمة للبيع ببناية جديدة بمنطقة المطيلب المتن على الطابق الأول وبتبعد دقايق عن الأوتوستراد. خلينا نشوفها سوا. الشقة من جوا مساحتها 225 متر مربع مؤلفة من 3 غرف نوم واحدة منهم ماستر تواليت للضيوف ومطبخ 3 ريسبشن ارياز بيطلعونا على بالكون لبرا مطل على الفيو. أكيد مواصفات الشقة بتتضمن بلاتر خام وشوفاج وأكيد دبل جليز دبل وول بالإضافة لإلكتريك شاترز على الكهرباء. مطبخ الشقة مريح وواسع جهز بكاونتر توب جرانيت مجلى ستانلس ستيل وفي له بالكون. البناية من برا كلها ملبسة حجر. الشقة من جوا جديدة وجاهزة للسكن والشي يلي بيميزها هو هالبالكون يلي بيطل على فيو بحر ما بيتسكر عليه. 225 متر مربع بالمطيلب برايم لوكيشن حالياً بالسوق ب 440 ألف دولار. لكجوريوس أبارتمنت للبيع بمنطقة البيادة على شارع كتير رايق مساحتها 310 متر مربع على الطابق الثالث من هالبناية يلي عمرها 6 سنين. مساحة الشقة من جوا 310 متر مربع فولي ديكوريتد بالخشب والجبسن بورد بلاتر خام بالأرض تليانه بالإضافة للحيط اي سي سنترال شوميني ودايركت وإندايركت لايتنج 2 ريسبشن ارياز وحدة داينينج وبالكون مطل على الفيو.
تواليت ضيوف كتير مميز، ملبس رخام وموزايك خشب مسيف بالأرض والحيطان. مطبخ الشقة كتير مميز واسع، الحيطان ملبسة بجرانيت، الإكويبمنت ستانلس ستيل وأنكستري بالإضافة لميد روم وحمامة. ثلاث غرف نوم لهالشقة، واحدة منهم ماستر بالإضافة لتي في روم بالنص. أرضية غرف النوم مجهزة بباركيه، كل غرفة نوم مجهزة بخزانات خشب بالحيط وسبلت اي سي يونت. ماستر بيدروم كتير واسعة، بميزها لخزانات الخشب بالحيط وأكيد التواليت. من بعد ما شفنا هالشقة الفخمة كتير، طلعنا لبرا على البلكون يلي مجهز بأرضية خشب مسيف تك ضد المي، بينفك وبيتركب للصيانة والتنظيف، بالإضافة لكورتن جلاس على البلكون، قاعدة حلوة كتير، شوفاج، فيو على البحر، باركينج تابع لهالشقة تحت البناية من خلال بوابة على الكهرباء. الشقة من جوا 310 متر مربع، ثلاث غرف نوم، وحدة ماستر، اي سي سنترال، شميني، شوفاج، وحاليا للبيع ب 870 ألف دولار. جولتنا كانت غنية لهالليلة، تعرفنا خلالها على مجموعة جديدة من العقارات المبنية، وإن شاء الله نكون رضينا أذواق الكل. بدي أذكر إنه بي بروبرتي يورز عم نعرض عدة عقارات مبنية لتناسب كل الإمكانيات. أنا وكل فريق عمل بروبرتي يورز نشكر كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا من لبنان والخارج، عم نتلقى اتصالات عديدة عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة، ورسائل عبر البريد الإلكتروني info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكن عم بتابعونا على الموقع الإلكتروني propertyyours.com وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم المستجدات. تابعونا بحلقة بكرة ونصفر.